الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير جدا تذكير سريع ببعض نظريات التنمية وخاصة نظرية الحداثة. الآن نظرية الحداثة اللي هي Modernization Theory، وقد ذكرت في مقاطع سابقة على هذه القناة أرجو إليها نظرية التبعية ما سميها بالDependency Theory ونظرية نظم العالم World System Theory. الآن سأتحدث فقط عن نظرية الحداثة والتذكير بها. أما نماذج الحداثة كنموذج روستو وما شابه فهي موجودة على هذه القناة، ونتابع بإذن الله تعالى. الآن كي يوصف بلد ما بأنها أو بأنه حديث أي modernized أو modern، لابد حسب رأي علماء ومنظري نظرية الحداثة أن يسير هذا البلد على طريق تطوري في مجالات العلوم والتقنية، بحيث يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستوى معيشة جميع السكان. هذا الآن هو وصف الحداثة من وجهة نظر علماء ومنظري الحداثة أو modernization theorist. الخلفية التاريخية: لاحظ علماء اقتصاديات التنمية ارتفاع وتيرة الفقر في كثير من الدول بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. طبعا هنا الحرب العالمية الثانية بعدما انتصر الحلفاء على ألمانيا ودول المحور، تقطب العالم إلى قطبين رئيسيين، هما القطب الشيوعي برئاسة الاتحاد السوفيتي السابق، والقطب الرأسمالي الغربي برئاسة الولايات المتحدة. اشتدت المنافسة بعد الحرب العالمية الثانية بين التيارين الرأسمالي والشيوعي كما ذكرت. زيادة الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في بعض دول العالم، وزيادة حدة التقطب polarization، شعور المعسكر الرأسمالي بالخطر الشيوعي والتحالفات معه، تفرغ علماء التنمية والاستراتيجيات الأمريكيين خاصة أو الأنجلو ساكسون بشكل عام في صياغة نماذج تنموية لجذب الدول الفقيرة نحو المعسكر الرأسمالي حتى يعني يقللوا من خطر الشيوعية حسب رأيهم. فابتدعوا كثير من النماذج الاقتصادية، ومنها مثلا نموذج روستو، ومنها ما يسمى الديول موديل اللي هو لويس الثنائي وما شابه. تحاول نظرية الحداثة تفسير ما هي، لماذا أخفقت بعض الدول في التطور لتغدو دول حديثة. محاصرة هنا يعني يحاول الرأسماليون من خلال هذا النمج محاصرة انتشار الشيوعية حول العالم، وذلك بواسطة محاربة الفقر وتمجيد الرأسمالية. وهنا أذكر بأن الدول الغربية نجحت، دول غرب الرأسمالية إلى حد ما، في نشر أفكارها حول التنمية خاصة بعد اندثار الاتحاد السوفيتي هذا في تقريبا نهاية عقد الثمانينيات من القرن العشرين الماضي. نموذج روستو في الحداثة، أرجو الرجوع إلى نموذج روستو ذي المراحل الخمسة على هذه القناة. هناك مقطعان يفسران آلية النموذج لهذا اللي هو نموذج روستو، لكن هناك انتقادات كثيرة. كانت هناك محاولات تدخلات غير مباشرة للغرب في إحداث تحولات نوعية في بعض الدول الفقيرة خاصة في مجال التعليم العالي والتقني، لكن هناك كثير من انتقادات. استخدم الغرب مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي والصندوق الدولي في تمويل بعض المشاريع التنموية في بعض الدول ونشر الثقافة الغربية. سأبدأ الآن بالانتقادات الموجهة لأفكار نظرية الحداثة. الآن أولا، ساعدت في تحطيم التقاليد المحلية خاصة ما يتعلق منها بالتحرر، يعني أدخلوا مفهوم التحرر على هذه المجتمعات التقليدية، وأدخلوا مفهوم الأسرة بمعناه الضيق جدا والمعتقد الديني، فانتشرت المثلية وانتشرت الزندقة وما شابه. هاي من تبعات الآن نظريات الحداثة. لم تحاول هذه النظريات سد الفجوة بين الدول المستهدفة، فبقي هناك فرق كبير بين الدول. ثالثا، نظر إلى هذه النظريات باعتبارها نظرية أو نظريات سياسية وليست موضوعية علمية، بل متحيزة نحو الفكر الغربي، وركزت على نخبة البلاد التي تدخلت بها. رابعا، لم تراعي الموضوعات البيئوية. نكمل عن الانتقادات الآن.
خامسا الدول الغربية وصلت إلى المرحلة الخامسة من مراحل روستو بالاستهلاك الكبير، إذا بتذكروا أحبة الطلبة والمتابعين، وهي استهلاك كبير على حساب العالم الثالث الفقير. سادسا لم تتمكن الكثير من الدول النامية من الوصول إلى المرحلة الثالثة أو المرحلة هنا الثالثة من مراحل النمو على الرغم من كثرة المحاولات. سابعا ارتفاع واتساع رقعة الفساد في الدول الفقيرة، وأخيرا سوء الإدارة والجهل في التطبيق. هنا أذكر أرجو الرجوع إلى قائمة اقتصاديات التنمية بلاي ليست اللي هي Economic Development على القناة هذه للاطلاع على نماذج التنمية التي ظهرت خلال العقود الستة الماضية رجاء، وخاصة نظرية التبعية ونظرية أنظمة العالم كما ذكرت أنه هناك كذلك نظرية روستو ونظرية لويس الثنائي اللي هي ديول موديل، وكل النظريات اللي تتحدث عن الفقر والتبعية وما شابه. أرجو الرجوع إليها. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع القصير، وهو فقط تذكير بما ورد ببعض النظريات، وإن شاء الله إلى لقاء قادم سريع بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.